الخطوة الأولى صلي صلاة لكي تهدي الصفة من إطراء إلى الله والتحدث إليه. اطلب من الله أن يكلمك برسالة حكومة من خلال كلماته المدونة في الكتاب المقدس ومن خلال الروح القدس. الخطوة الثانية اقرأ آيات من الكتاب المقدس كل يوم أو أصحاحا كاملا ثم اقرأها. وإن لم تكن تتقن القراءة اختر الحق المفضل لديك. وقد يتألفون هذا الحق من آية واحدة أو بضع آيات أو من أمر واحد. أرى قلبك في المقطع الذي قرأته. الخطوة الرابعة تأمل في الحق.